أصدق أن صديقنا شار هو النبيل شار نفسه. سيبقى شار الذي نحبه، لكن هل بإمكانك أن تفسر لي لماذا علينا الابتعاد عنه؟ شار هو النبيل؟ لا أعلم كيف سمحت لنفسي أن أصفه بالكذاب. ماذا سأفعل؟ كان يكذب لأنه أراد أن يبقى هذا سراً بينه وبين نفسه. سمعت أنهم شددوا الحراسة في القلعة منذ أن حاول الدوق زارال الاستيلاء عليها. المهم أن النبيل بخير. هو الذي اكتشف مؤامرة زارال الشريرة. سيكون زوجاً رائعاً يا كاترين. أمنعك من الاقتراب منه. النبيل شار لي وحدي. غير صحيح، إنه لي وحدي. تصرفت البارحة كنبيل حقيقي وأثبتت قدرتك على تحمل المسؤوليات. الفضل لك يا والدي، فأنت كنت معلمي الحقيقي. لقد تغيرت كثيرا يا شارل، أستطيع الاعتماد عليك الآن. أعتقد أن الدروس التي تلقاها كانت مفيدة له جدا وقد لاقت نجاحا باهرا. انتهت مخاوفنا الآن يا سيدي. أشكرك. سعيت إلى إنقاذ مدينتك وأبديت قدرة فائقة على تجاوز الصعاب. كنت خائفا جدا عليك يا شارل. أستاذي، سأطلب منك طلباً وأرجو أن لا تخيبني. حقاً ستقيم حفلة؟ معارضتي الشديدة لم تجد نفعاً، لقد كانوا الأغلبية. أنت مقتنع بأنه عليك أن تجد زوجة المستقبل؟ نعم، مقتنع. الدعوات يجب أن توزع منذ الآن، فلم يعد هناك متسع من الوقت لأن الحفلة ستكون يوم الجمعة القادم. سندعو جميع فتيات الطبقة النبيلة في المدينة وكذلك النبيلات في المناطق المجاورة، وسنعمل كل ما بوسعنا حتى يجد شار فتاة تستحق أن تكون زوجته، لا سيما أنها ستتوج حاكمة لقلعة الزمرد الجديدة. سيدتي، أحييك باسم حاكم القلعة. ستقام يوم الجمعة حفلة على شرف النبيل ويتشرف الحاكم بدعوتكن لحضورها. يتأمل تشريفكن. هاتان دعوتان موجهتان لابنتيك الجميلتين كاترين وجانيت. كم هذا رائع! أما هذه فهي للآنسة ساندريلا. الآنسة ساندريلا. نعم. أهي مدعوة؟ لا أصدق هذا. ساندريلا مدعوة؟ لابد أن هناك خطأ ما. لا يا سيدتي، أنا واثق من هذا. الدعوة مخصصة حقا للآنسة ساندريلا. تفضلي. شكراً يا سيدي. وهذه الدعوة موجهة لك يا سيدة دالبان، فأنت ستُرافقين الفتيات. شكراً. الحاكم يرجو حضوركن جميعاً ليلة الجمعة. انتبهنا على هذه الدعوات، إنها ثمينة جداً. شكراً على قبولك. إنها اللحظة المنتظرة. أخبريني يا أمي، ما الذي سأرتديه؟ أريد ثوباً جديداً. اخترت أجمل الثياب وسنذهب بعد ذلك إلى المزينة. حسناً يا أمي. شارلن يا زاكي. وهذا يؤكد أنه لا يزال الشاب الوفي الذي عرفناه. ساندريلا، ماذا سترتدين؟ هذا. إنه بسيط جدا لكنه جميل. هل تعلمون أنه كان المفضل لدى أمي؟ ما هذا؟ أرفتها؟ حذاء جميل، إنه رائع جدا. لم أرى مثله في حياتي. يختارك شارل زوجة له. شارل هو من سيحكم هذه المدينة، وأن أصبح جزءا من أسرته شيء كالحلم. لكنني أود التحدث معه مرة أخرى حتى أعتذر عما كنت أصفه به دائما. شارل الكذاب، سأشكره على كل ما فعله معي، وأنا واثقة بأنه لن يتزوجني. سأقول له وداعا وأتمنى له السعادة من كل قلبي. له ذلك حقا؟ أكيد، إن استطعت التحدث إليه. كاترين، ارتدي ثوبا زاهيا، فأنت تبدين شاحبة. لكنني لست مضطرة مثلك إلى تنحيف قصري. وهل زاد وزني؟ سوف أرتدي هذا، إنه قديم.
أما أنا فهذا. كاترين، جانيت، بسرعة، هذا ليس وقت الشجار واللعب. اسمعاني ساندريلا، ستكونان الأجمل في الحفلة، والآن علينا شده جيدا. خذي نفسا، هكذا أفضل. لكنني لا أستطيع التنفس. دعيني أرى ذلك. إنها أنيقة لكنها ليست متميزة، سنضيف إليها بعض التزيينات حتى تبدو لافتة للأنظار. ساندريلا، نعم، عليك إضافة عقدة على الخصر. نعم، وبعضا من الأحجار الكريمة حول الياقة، واعملي أيضا على تطريز وردة بالخيط الذهبي. حسنا، وأضيفي بعض الزهور والريش هنا، وغيري الأزرار. نعم، ضعي أزرارا كبيرة وأعدي عقدة حريرية في هذا المكان، وشريطا من الدانتيل هنا. هيا ابدأي. هكذا، هل نسيت أن كاترين وجانيت أختاي؟ إذا كان صحيحاً ما تقولين، فلماذا لا تساعدانك في خياطة هذه الملابس؟ إنها ليست مشكلة صعبة إطلاقاً، وأنا لست منزعجة. ها، ما بك يا شوشو؟ غلبني النعاس، لكن علي أن أنتهي أولاً. الملابس جميلة جداً. قمت بعمل رائع، والخصر مناسب تماماً. أستطيع الأكل الآن. لا، ليس كما يجب، ولكنني سأغض النظر. أين الخطأ؟ أستطيع إصلاحه. لا داعي لذلك، لم يعد لدينا الوقت الكافي لنذهب إلى المزينة، لذا عليك أن تسرحي شعرهما وتضعي لمسات التجميل على وجههما. أريدهما أن تبدوا جميلتين. حسناً. ساندريلا، أين وضعت حذائي الجديد؟ هنا. ساندريلا، أين مروحتي؟ هنا. ساندريلا، أحضري القبعات. حاضرة يا خالتي. هل الطعام جاهز؟ جاهز. حقا لا يحتمل، مسكينة ساندريلا. أسرعي بوضع الطعام، أنا جائعة. ساندريلا، يجب أن ننطلق الآن حتى لا نتأخر. نعم أمي. نعم أمي. انتظرنني. ألن أذهب معكن إلى الحفلة؟ أنت ستذهبين معنا؟ وما هذا الثوب الذي ترتدينه؟ كان لأمي وقد تركته لي كذكرى. هل تريدين إحراجي يا ساندريلا؟ لا، لما تقولين هذا؟ ألا ترين أن هذا الثوب قديم جداً وليس مناسباً؟ لا، إذا ذهبت معنا بهذا الثوب سنصبح موضع سخرية. أرفض أن أشاهد معها. أنا أؤيد جانيت، كما أن شعر ساندريلا ليس مصففاً. فهمت علينا، أليس كذلك؟ خالتي، لا تنسي تنظيف المنزل جيداً. هيا بنا. مسكينة، يا عزيزتي، لما البكاء؟ هيا انهضي. سيدة بولت، عليك تجهيز نفسك. ماذا؟ ألا تريدين الذهاب إلى الحفلة؟ سوف
رفضن أن أذهب معهن إلى الحفلة. كنت أتمنى أن أشاهد النبيل لأعتذر له عن كلامي القاسي معه. هذا ثوب جميل عليك، إنه ثوب والدتك أليس كذلك؟ بلى، أذكره جيدا. وكذلك هذا الحذاء، كانت تتفائل بهما كثيرا. ساندريلا ما بك؟ لا شيء. لا تقلقي، ستذهبين إلى الحفلة بهذا الثوب وهذا الحذاء. هيا يا حلوتي. حسنا أيها الأصدقاء، انتظروا قليلا في الخارج، هيا بسرعة. سوف تكون الأجمل، فبوليت ذوقها رفيع. أخشى أن أستيقظ من هذا الحلم. لا، ليس حلما، لكن حتى لو كان كذلك فأنا سعيدة جدا لأنني أعيش فيه بعض الوقت. تتألقين كالنجمة، ستكونين أجمل فتاة في الحفلة. تفائلي بالخير فقط وستتحقق أحلامك. سأذهب إلى المطبخ حتى أعد لأصدقائك بعض الطعام. ماذا ستأكلين أيتها الحيوانات؟ لا تقف هنا بابي. هيا أنسة ساندريلا، هيا إلى العربة. لا أصدق ما تراه عيناي، أنا في حلم أم في يقظة؟ أنا سعيدة الآن. تفضلي. أهلا بك. هذا مدهش، أشكركم جميعا. العربة جاهزة يا أنسة. سيدة بوليت، أشكرك، لن أنسى معروفك معي. خذي هذه الدعوة معك، فمن دونها لا تستطيعين الدخول إلى القلعة. استمتعي بوقتك ولا تقلقي على حيواناتك الطيبة. شكرا. هيا. اسمعي يا ساندريلا، تذكري أنه عليك العودة إلى المنزل عندما تدق الساعة 12 تماما، أي قبل انتهاء الحفلة وقبل عودة خالتك إلى المنزل. حسنا، لن أنسى. فرصة مناسبة للتقرب من النبيل. نعم سأذهب يا أمي. نبيل شارل. إنهما بطيئتان كالعادة. إلى هنا من قبل، أتذكر هذا جيدا. شارل، أرحب بكن في هذه الحفلة. من هنا لن تستطيع اختيار أي فتاة، يجب أن تكون أكثر قربا. لن أفعل هذا يا أستاذي. ما الذي علي فعله؟ الجميع يحدق بي، لا أحب هذا الاهتمام كله. هانز، من تلك؟ لا أعرف يا شار، لم أرها من قبل في أي مكان.
سيدي النبيل، أتشرف بتلبية دعوتك الكريمة لي لحضور هذا الحفل الكريم. أظن أننا التقينا قبل اليوم. لا، وجهك مألوف لي. لا أظن. سأحاول أن أتذكر. أريد أن أقول له شيئا. إنها تشبه سندريلا. جئت إلى هنا كي أعتذر منه، لكن بما أنه لم يعرفني سأنسى هذا الأمر. ما بك؟ لا لا شيء أبدا. من أين جاءت هذه الفتاة؟ ثوبها رائع. وصلت متأخرة كي تلفت الانتباه. كان يرفض التقرب إلى أي فتاة. هناك سبب حتى غير رأيه. طريقة. لأنك تشبهين فتاة أعرفها. هل هي في الحفلة؟ لم تأتي، أعتقد أنها غاضبة مني فهي تغضب بسرعة. أعتقد أنها لا تريد رؤيتي، تظن أنني كاذب. أهو الواقع؟ أنا لا أحب أن أكون محط الأنظار، ولا سيما عندما أكون مرتدياً مثل هذه الملابس. أفضل أن أبقى في الهواء الطلق وأن أكون عادياً مثل بقية الناس. هل تعلمين أنه لم تكن لدي رغبة في أن أحضر هذه الحفلة اليوم؟ لماذا؟ أكره تضييع الوقت بلا فائدة، علي أن أتعلم أشياء كثيرة. رائع. تقع على عاتقي مسؤوليات كبيرة، لذلك يجب أن أعرف الكثير عما يدور في المدينة. سأكتشف ذاتي بذاتي، فالمظاهر يجب ألا تعني شيئاً لأمثالي. المعذرة، هل حديثي ممل يا أنستي اللطيفة؟ قولي. أنت رائع، حديثك يعجبني يا سيدي. ما الأمر؟ لقد تأخرت علي الذهاب يا سيدي، أشكرك على هذه الليلة الرائعة. لحظة، فأنا لا أعرف حتى الآن اسمك، ما هو؟ يا إلهي علي الإسراع، لن أنسى هذه الليلة يا سيدي، أتمنى لك السعادة من كل قلبي، أعذرني. ولكن لماذا تقولين لي هذا الكلام؟ أريد أن أعرف ما هو اسمك. لا أستطيع، لا أستطيع. انتظري، لا تذهبي. الوداع. توقفي. انتظري. لم أستطع أن أقول له شيئاً، لكنني عرفته. إذا فهو لم يعرف من أنت، إنه ليس سريع الملاحظة ولا يزال محتاجاً إلى دروس كثيرة. شوشو على حق، فالنبيل عليه أن يتحلى بجميع الصفات الجيدة. أنا سعيد لأنه أصبح لديك أصدقاء كثيرون يا ابنتي. أحتاج إلى وجودك بقربي يا أبي، لا تتأخر.